شو بدي أعمل؟ يا الله أمي، شو بدي أعمل هلأ؟ يا مصطفى ابن حسن، تقبل بأمينة بنت حسين تكون زوجتك؟ ايه بقبل. وانت بنتي أمينة، تقبل بمصطفى ابن حسين يكون زوجك؟ ايه بقبل. انتوا بتشهدوا على هالشي يا جماعة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي، أنت برأيك اللي عملناه هلأ هو صح؟ ما استعجلنا يعني؟ هلأ شو رح يقولوا العالم؟ حسين جوز بنته بدون عرس ولا حفلة؟ آخر همي حكي العالم، حرين نعمل شو ما بدنا بلا ما نطول القصة أكتر. أخي على الأقل خليهم يضلوا كم يوم بلا ما يروحوا عضيعتهم، هي متعودة على الجو هون، وهنيك رح يكون صعب عليها تتأقلم. أنا برأيي خليهم كم يوم لبين ما ياخدوش على بعض. لا، قلت تروح، البداية صعبة بس بتتعود. أنا أخذت قراري يا أم هيام، ولا تخليني جن على آخر. يلا عن إذنكن هلأ، نحن عنا طريق سفر طويل. سامحني وارضى علي. سامحتك يرضى عليك، ورح سامحك قد ما أنت بتسامحني، والمسامح كريم. أنا مسامحك يا بي. خير إن شاء الله. نحن منتشكركن على كل شيء يا أخي. يلا عن إذنك أختي، ما قصرتوا. بابا لا تبعتني معهم، ما بقدر أعيش بيناتهم. مستحيل يا بنتي، هلأ صاروا أبوك وأمك، ولازم تحترميهم وتحترمي زوجك كمان مثل ما كنتي تحترميني. بابا يلا بنتي روحي، يلا يا بنتي روحي. الله معك كتير. يلا تعالي بنتي، تعالي يا عمري، يلا تعالي، لا تبكي حبيبتي، يلا يا روحي تعي معنا. يلا لا تبكي. ايه لا تبكي يا عمري، يلا رح تجي وتزوري اهلك، لا تخافي. منك يا بابا، شايف لوين بعتت بنتك؟ الله يسامحك يا بابا، شو عملت؟ صار لك شي؟ لا ما فيني شي. Thank you.
أهلين فيكي. عن جد عايشين هون؟ تفضلوا ادخلوا على غرفتكم يا ابني، هاي من اليوم صارت غرفتكم ونحن رح ننام بغرفة القعدة. ما بيصير هالحكي بابا. ايه بلا بيصير بيصير، انتوا لساتكن عرسان. تفضلي. شو هاد؟ حلاوة بالجبن، هي من عاداتنا يا بنتي، بيقدموها للعروس والعريس قبل ما يفوتوا بيتهم الجديد، بياكلوا هالحلاوة لتكون حياتهم كلياتها حلوة. هاد اللي كان ناقص. حاسة حالة غريبة، معلش بكرة بتتعود. شو عم تعمل هون؟ شو أعمل؟ ليش في غير هالغرفة؟ أنت بتنام هون وأنا على التخت. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.